طول الوقت هناك جدوى، طول الوقت لا يجب عليك أن تهمل الوسيلة مهما كانت بسيطة، يعني إنك بالبلدي بالمصري تقول كلمة حق، أوعى تخاف إنك تقولها أو تحس إن قيمتها بسيطة. لو إحنا ما عندناش الله، يعني المرحوم ناجي العالي قال لو منعوني من الصحافة ومن التلفزيون هرسم على الجدران عشان أثبت استبداد هذه الأنظمة. دعونا نكون زي ناجي العالي. الآن الإعلام مسيطر عليه مصر والسعودية وقطر ولا يسمح بآراء معارضة. أنا عارف إن وجودي مع حضرتك في هذه اللحظة لو غنيت تسلم الأيادي بيمثل عليا خطر، لكن ما بين يعني صحيح خوفي من السجن وما بين شعور ان انا متواطئ بيخليني ادور على اي منفذ اقول كلمة حق، عار على اي نظام وجود هذا العدد من السجناء. طبعا ليها تأثير، والنظام مهتم بهذه الوسائل اللي هي المحدودة، تويتر او فيسبوك، او صحفي نزيه بيراعي ضميره وبيكتب مقالة او تحقيق عندها ليها اثر. ولو ما لهاش هي دي الوسائل اللي قدامنا، فلنفعل ما نستطيعه والباقي على الله زي ما بيقولوا.